سلام الزلفلة، ونكون دمت لام، ومرحبا بكم في قناتي كل يوم طبخة مع مريم. مازلنا في الأطباق الصيفية كما راكو تشوفوا. هنا عندنا إسكالوب، نبدأ لكم ديركتومو في الطبق تاعنا. هنا عندنا إسكالوب بيان سيغ ملحناه شوية فلفل كحل. أنا حليت لافارس، نكون وجدنا لافارس كل واحد كيما يحب لوغو تاعو. أنا عطيت لكم أبوبخي أون إيدي لي تقدروا ديروا طبق من اطباق الصيفيه هكذا خفيفي بالخفي، يعني يوجد 20 مينوت ما يزيدش. انا درت له لافارس شويه تاع بصل شويه فلفل، كي عندك فلفل هذاك الاحمر دوكا وقتو نعرفوا بلي وقتو فلفل الاحمر، شويه جوج فليفلات خضوره اللي يحب الحار يزيد راس الحار، يقطعوا اون بتي مورسو نقليهم كيما راكو تشوفوا. بيان سور ثاني دي ترونش اسكالوب نقدروا نخلطوهم ثاني باش يمد لنا البنه. اون فوا تقلاو بيان وطابو بيان، ضفتوا مع الاخر اون كويري ا سوب دو فرماج بلون و فرماج رابي باش يجينا مشمخ لداخل ما يجيناش ناشف. تبعوا، وهنا الاسكالوب تاعنا هذوك حليناهم. انا زدت خبطتهم شويه بالحلال هذاك بالغولو تاع اللي نخدموا به الكاطو ولا تاع كسره. فوالا كيما راكم تشوفوا نحل لي سكالوب تاعنا، درتو في بابيي فيلم وخبطتو هكا شويه بالحلال كيما قلت لكم باش نرقوه يدخل له الطياب فاسيلمون. هنا كيما راكم تشوفوا العمليه راني نحشي فيه، يعني حاجه سهله، ما تخافوش زعما تخرج لكم لا فارس منا ولا منا. كيما راكم تشوفوا عشوائي، جي با يو بيزوان دو كوردون ولا زعما الخيط لو فيل هذاك اليمونتير لي نديروه في لي غوتي. درتهم دو كوتي، دونك حشيت كامل لي سكالوب تاعي درتهم دو كوتي. هنا اللي بقات لي لافارس هذيك شويه غليت بقات لي شويه من لافارس هذيك، خلصوا لي سكالوب، غليت شويه روز ابار بشويه ملح بس وخلطها لافارس هذيك. نعرفوا لافارس كيما قلت لكم فيها شويه فلفل الخضر فلفل الاحمر وشويه بصل، وقلت لكم شويه اسكالوب هكذاك قطعتو اون دي فرماج بلون فرماج غابي هذاك. جيت دورت هنا كي ضفت له هذاك الروز غليته وحده اللي قلت لكم عليه، جبت فليفلات هادوما الخضوره غسلتهم نشفتهم بيان سيغ، درت لهم شويه الفلفل الكحل وملح تما بوافري اي سالي. راني نحشيهم دوكا بمعروف تاع قهوه، كل واحد كيفاش تخرج عليه. نعمرهم بيان ونزيد نسيي نحاول تما نحبطو بيان يدخل كامل في الفلفل تاعي كيما راكو تشوفو. جبتين كويير صغيره باش تقدر تدخل في هذاك الفلفل. بيان سور لو شابو هذاك نحولو غير الزريعه ونزيدو نعاودو نغطوه، يتبلنا نو يمدلنا شكل يعني شباب و ميم طون ومذاق ما نهضروش عليه. هذه سهله باش ما نكثروش بزاف الاطباق هذوك، درنا بحاجه وحده، درنا يعني دو موديل كيما راكو تشوفوا. انا جيت دوكا نقلي الاخرين تاوعي اللي حشيتهم لي سكالوب، درت شويه زبده شويه زيت زيتون في المقله، هاني نحطهم بريفيرونس نديرو مقله كبيره شويه باش تجينا كامل على جه. نعرفوا بلي كي تكون عائله يعني كبيره شويه نحتاجو هكا كيما راكم تشوفوا. انا ندير بالعقل، ما تخموش كامل تقولوا بلي يعني ما يتحل ولا تخرج لا فارس ولا نو. كيما راكم تشوفوا نعرفوا بلي لي سكالوب كي يطيب لنا يعني يشد روحو، ولا فارس تاعنا ما فيهاش الليكيد. درنا لها بالعاني لو فرماج هذاك بلون مع الفرماج غابي هذاك اكسبري باش تجينا طريه لا فارس تاعنا اي فوا تابط. فوالا غطيت عليه درت لها لغطا، خليت النار موين ما نقصو ما والو باسكو نعرفو بلي الاسكالوب تاعنا رققناه بالغولو كيما قلت لكم. ومازال المرحله الثانيه هنا كيما راكم تشوفوا حمرتو اف موين او ميم طون يدخلو الطياب بلا ما نديرو كوردون عاود لكم وبلا ما ندير الفيل هذاك لي مونتير. قليتو في لي دو كوتي حمرتو يعني جبتيه ماشي قليتو، ومن بعد درتو دوك تشوفو
هنا درت الطرشي هذاك الفلفل هذاك، حنا نقولوا له بون جات العصيمه نقولوا له طرشي فوالا. وهذاك اللي حمرناه درته في الكوشه كما راكم تشوفوا، زاد تحمر وطلق له الجو هذاك تاعو، هو الصح صح في هذاك لو جو تاع الاسكالوب تاعنا الفارسي هذا. جي بريباري مع هذيك المقله تاع اللي قلينا فيه حمرنا فيه هذوك الاسكالوب المحشيين، درت فيه فرقت عليها قرعه تاع لا كريم فريش فوالا، مدت لنا لاصوص هذيك. وهذه اللي بقات لي هذا لو جو اللي بقى لي في البلا هذا فرقتها في هذيك لاصوص اللي قلت لكم عليها، اللي قليت فيه اللي حمرت فيه هذوك الاسكالوب، فرقت فيه قرعه تاع لا كريم فريش. وهنا هذاك لو جو تخلطوا ثاني تما الصح كامل فيه، البنه تاعو كامل فيه. ودوك نعاود نرجعها نفرغ له لاصوص هذيك من الفوق، ما ننساوش ان بتي بو دو شويه تاع المعدنوس ولا. وباش يكون في علمكم البنات نسيت نقول لكم، في هذيك لافارس الداخل درت لها شويه غومارين، وهاد لاصوص تاني تاع كي ضفت لا كريم فريش درت ثاني شويه غومارين، تمدلنا يعني واحد المذاق ما عرفتش كيفاش نوصفه لكم، على بالي بلي ما نمدلوش حقه، لازم تذوقوه تجربوه بهذه الطريقه ورجعوا لي الخبر. هكذا دوك نشوفوا الاطباق تاعنا في طاولات التقديم. فوالا كيما راكم تشوفوا، راني نقول لكم شويه معدنوس يجي ما شاء الله بصحتكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو، يعني هي فكره من افكار تاع اطباق تاع طبخه مريم، وان شاء الله يعجبكم الحال، يعطيكم الصحه.